نستكمل الدرس الأخير من الوحدة الثانية، العلاقات والدوال العكسية. سنتكلم في هذا الدرس عن ما يأتي. في البداية، كيف نبين أن دالتين تمثلان دالة والأخرى دالتها العكسية، ثم كيف نمثل دالة عكسية بيانيا، ثم تطبيق الدالة العكسية في حل تمارين لفظية وحياتية. في البداية، سبق احنا طبعا واخذنا العام الماضي شنو العلاقة ما بين الدالة ودالتها العكسية. فنقول ان F و G دالة ومعكوسها، يعني نقول مثلا ان F هي الدالة و G هي المعكوس، او العكس، يعني G هي الدالة و F هو المعكوس، اذا كان F سيركل G يساوي G سيركل F ويساوي X. فاذا تحققوا هذين الشرطين نقول ان F و G دالة ومعكوسها. السؤال يقول أثبت جبريا أن كل دالة مما يلي هي دالة عكسية للأخرى، فأعطاني هذه الدالتين، فإحنا نبى نثبت أن هذه معكوسة إلى هذه وهذه أيضا معكوسة إلى هذه. فإحنا شنو راح نسوي؟ راح نوجد في البداية F سيركل G، وبعدين راح نوجد G سيركل F. F سيركل G قلنا هي F ما بين قوسين G of X. نكتب الدالة F كما هي اللي هي 4 نفتح قوس زائد 9. طبعا قلنا داخل قوس بنحط ال GX اللي هي X ناقص 9 على 4. لاحظوا ان الأربعة تكنسل الأربعة، بيضل X ناقص 9 زائد 9. اذا نقدر نكنسل ايضا التسعة والتسعة فيضل عندي ال X. فاوكي الشرط الاول تحقق. نجي من اليسار G سيركل F of X، أيضا نكتب القانون في البداية G ما بين قوسين F of X. نكتب الدالة G، هذه الدالة G هي بسط ومقام، عندي X فأفتح قوس ناقص 9 على 4، أحط داخل قوس الدالة F وهي 4X زائد 9. لاحظوا ان عندي 9 وعندي 9، ممكن اكنسلهم، ضل عندي 4x على 4، اذا الناتج يساوي x. فبالتالي بما ان f سيركل g يساوي x وايضا g سيركل f يساوي x، اذا نقول ان f و g هي دالة ومعكوسها. ناخذ سؤال ثاني، عندي دوال نسبية. في البداية خلونا نطلع F سيركل G وننتبه هني للكسور. F سيركل G قلنا F هي F ما بين قوسين G، الدالة F طبعا بفتح بسط ومقام، عندي X و X تحت فبفتح قوس كبير لان عندي الدالة G زائدا 7 على ايضا القوس هذا، نحط هني سالب 7 على 1 ناقص x، ايضا تحت سالب 7 على 1 ناقص x. نوحد المقامات، طبعا تحت تظل كما هي، فوق المقام الموحد راح يصير 1 ناقص x. لاحظوا خلونا نضرب الطرفين في الوسطين، هذه 7 على 1، سالب 7 في 1 يعطينا سالب 7 زائد 7، بوزعها راح تنضرب في الواحد وتنضرب في الاكس، 7 في 1 موجب 7، 7 في سالب اكس سالب 7 اكس. نختصر، لاحظوا المقام مع المقام يروح، ضل عندي سالب 7 وسالب 7 ايضا يروح، ضل عندي فوق سالب 7 اكس مقسوم على سالب 7، فبالتالي يكون الناتج x. نجي للجهة الثانية g سيركل f of x، نفس الطريقة g ما بين قوسين f of x، نكتب الدالة g، الدالة g هي سالب 7 مقسوما على 1 ناقص، ونحط داخل القوس مكان ال x الدالة f وهي x زائد 7 مقسوما على x. نوحد المقامات تحت،
لاحظوا المقام هو x، نضرب اول شيء في البداية الواحد في x، يظل x هني في سالب، طبعا هني يعتبر واحد، فهذه اذا انضربت في الواحد تظل كما هي، فنوزع يصير سالب x وسالب في موجب 7 راح يعطينا سالب 7. لاحظوا x ناقص x بتروح، ظل عندي شنو؟ ظل عندي سالب 7 على سالب 7 على x، هذا بسط وهذا بسط اقدر اشيلهم. ظل عندي الحين 1 على 1 على x، طبعا بنقول احنا مقام المقام هو بسط، فبالتالي هذا يساوي x، فبالتالي ايضا نقول بما ان f سيركل g of x يساوي x ويساوي g سيركل f of x، فبالتالي نستنتج ان f و g هي دالة ومعكوسها. فهذه بالنسبة الى كيف نثبت جبريا ان f و g دالة عكسية للاخرى. الحين الجزء الثاني من الدرس، كيف نمثل بيانيا الدالة العكسية. خلونا نشوف اول شيء بالبرنامج الجيوجبرا عشان يتوضح عندنا مفهوم الدالة العكسية اللي شرحناه في الجزء السابق. لو اخذنا اي دالة مثلا، قلنا مثلا f of x مثلا يساوي x ناقص 3، هذا تمثيل هالبياني. الحين انا عشان امثل الدالة العكسية بيانيا راح اعكس هذا المستقيم حوالين المستقيم y تساوي x له، هذا شلون راح اعكسه؟ يعني انا اي نقطة هني راح ارسمها نفس البعد هني، يعني هذه النقطة اجي بتطلع لي مثلا هني، هذه النقطة بتطلع لي مني. فلاحظوا انا الحين برسم المعكوس، هذه y تساوي x ناقص 3، فالمعكوس بصير x تساوي y ناقص 3. لاحظوا شلون الرسمة بتصير، طلعت الرسمة الدالة العكسية هذه الجهة. لاحظوا النقطة هذه 3 و0 صارت 0 و3، لاحظوا هذا البعد هو نفس هذا البعد. ايضا مثلا 5 و2 بتشوفون ان هي النقطة 2 و5، يعني صارت مني، يعني هذا البعد نفس هذا البعد وهكذا. فهذه هي طريقة رسم الدالة العكسية. خلونا الحين نجي الى السؤال هني، شلون نرسم هذه الدالة؟ مثل ما قلنا بناخذ نقاط على رسم، هذا هو محور الانعكاس. في البداية لو اخذنا نقاط واضحة، لو اخذنا هذه النقطة 0 وسالب 6، راح تقابلها النقطة سالب 6 و0، يعني هذه الجهة. النقطة الثانية 4 وسالب 4، راح تقابلها النقطة نعكس 4 سالب 4، عكسها سالب 4 و4، يعني نعكس الاكس والواي، مو نقلب الاشارات، نعكس الاكس والواي، فيصير سالب 4 و4، يعني فوق. لاحظوا هذا البعد يساوي هذا البعد. ناخذ مثلا نقطة ثالثة سالب 4 وسالب 8، فيكون معكوسها سالب 8 وسالب 4، يعني هذه الجهة. فنوصلهم بخط مستقيم بالمسطرة بهذا الشكل، فهذه هي رسمة الدالة F inverse of X. نحل سؤال آخر. طبعا هذه دالة جذرية، الدالة الجذرية طبعا أنا عشان أرسم معالمها لازم في البداية أخذ هذه النقطة وأعكسها. هذه النقطة كم؟ هني سالب 2، هني سالب 3، فهذه سالب 3 و0، إذا بنعكسها بنعكس الإكس والواي بصير 0 وسالب 3، يعني 0 وسالب 3 هذه الجهة. ناخذ نقطة ثانية، هذه النقطة مثلا كم وكم؟ 0 و1، اللي تقابلها النقطة أو 0 و2 عفوا، هني لأن 2 4، 0 و2، فتقابلها النقطة كم؟ 2 و0، هذا عكسها. ناخذ نقطة أيضا أخرى، مثلا نقطة واضحة مثلا 4 وكم، أو مثلا 6، وهني مثلا كم بتصير 5، مثلا هذه تعتبر 5، فهذه 6 و5، فتقابلها النقطة كم؟ 5، هني 5، والستة وينها؟ راح تكون هذه الجهة.
أو مثلا خلونا ناخذ هذه النقطة، هذا أخذناها، هذه 2 و2، هاي بعد نقطة واضحة، فهي كم؟ هني 2 و2، فتكون هذه النقطة هذه الجهة، هذه كم؟ هذه فنوصلهم الحين. لاحظوا هذه قلنا النقطة 0 و2، 0 و2 تقابل هذه النقطة، وهذه النقطة 2 و2 هي نفسها يعني، فأوصلهم بهذه الصورة، فأنا أكون قد مثلت الدالة. لاحظوا أن شكل الدالة هي نصف دالة تربيعية، لأن احنا قلنا معكوس الدالة الجذرية اللي هي جذر X مثلا، أو شكلها شكل دالة جذرية، راح تكون دالة تربيعية، يعني راح يكون شكلها بهذه الصورة، بس لأن عشان تكون دالة عكسية تحقق اختبار الخط الأفقي، فتكون نصف دالة تربيعية. فهذا بالنسبة إلى تمثيل الدالة العكسية بيانيا. الجزء الثالث من الدرس نحل مسائل لفظية. السؤال يقول: تتكون التكلفة الكلية لصناعة نوع من السيارات من تكلفة ثابتة مقدارها 9600، وتكلفة متغيرة مقدارها 80 دينار عن كل سيارة يتم صناعتها. يعني هذه ثابتة، هذه ثابتة المبلغ. كل سيارة في تكلفة متغيرة، يعني لو كان أنتجنا سيارة راح نقول 80 دينار، لو قلنا سيارتين 80 في 2 دينار. فنستنتج شنو؟ إن الإكس هي عدد السيارات، والإف إكس هي التكلفة الكلية. طبعا دائما احنا نحدد هذه الاشياء اللي بنحتاجها في السؤال هذا اللي هو بي، راح نجله بعد شوي. في البداية اثبت ان اف انفيرس لها وجود. هذه دالة ثابتة، الدالة او عفوا دالة خطية. الدالة الخطية قلنا تحقق اختبار الخط الافقي، فنكتب اف اكس هي دالة خطية، فبالتالي هي تحقق اختبار الخط الأفقي. شنو معنى تحقق اختبار الخط الأفقي؟ يعني أي خط أفقي راح أرسمه راح يقطع بس في نقطة، فبالتالي نقول إن F انفيرس لها وجود، أو نقول إن هي موجودة. ثم أوجدها، خلونا نوجدها. في البداية نسمي FXY تساوي 9600 زائد 80X. بعدين قلنا بنعكس ال x وال y، بنقول x تساوي 9600 زائد 80 y. بعد ذلك نوجد ال y، انا بخلي 80 y في جهة، راح انقل 9600، راح يصير x ناقص 9600 نقسم على 80 عشان نوجد ال y، فبالتالي هذه بتروح، بظل عندي ال y. ال y بنسميه f inverse of x يساوي x ناقص 9600 على 80. فهذه هي دالة الدالة العكسية. المطلوب بي ماذا تمثل كل من x و f inverse of x في الدالة العكسية. احنا في الدالة الأصلية قلنا شنو معنات ال x و f x، ففي الدالة العكسية نعكس، فراح نقول ان ال x هي التكلفة الكلية، فبالتالي تكون ال F inverse هي عدد السيارات. عكسنا، أخير أوجد عدد السيارات إذا كانت التكلفة الكلية 21600. طبعا عدد السيارات يمثل في المعكوس F inverse، فنقدر نقول إن عدد السيارات هو F inverse إلى 21600. نعوض عن ال X ب 21600، فنقول ناقص 9600 على 80، نحسبها راح نشوف ان هي 150 سيارة. فهذه هي شرح هذه المسألة اللفظية.